يا ولا فامي، كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم. كيف العاده جيمو ابوني هما الاولين، ومني كيسالي ملخص كتقول لي واش كان زوين ولا خايب. الفيلم ديال اليوم كيبدا بليندي. هاد ليندي عنده واحد القوه خارقه، ما كتقدرش تتحكم في راسها. مني كتعصب تقدر تقتل وكتر دير اي حاجه. هادشي علاش خلات مركبه واحد الجهاز فيما كتعصب وكتبغي تخرج ديك القوه كتكهرب راسك باش ما دير حتى شي حاجه. وهادشي ماشي حتى دابا، مني كانت صغيره اول حاجه وقعت ليها كان شي واحد دري صغير في عيد ميلاد، مني جاتها ديك القوه باش تخرج ويتخشي لي راسو في الكيكه. ثاني حاجه مني كانت صغيره تعرضوا ليها واحد جوج دراري اللي تحرشوا بها ويدير لهم عاهه مستديمه. هادشي هو اللي خلى الوالدين ديالها يتخلاو عليها ويعطيوها للجمعيه الخيريه، وحتى ملي داوها للمؤسسه كانوا شادينها. وكذلك بدك القوه ديالها كتقدر دير اي حاجه، فكات القيود وقتلات بزاف ديال الناس. ملي شافوها بحال هكذا دخلوها للجيش باش يستافدوا من هاد العصبيه ديالها، ولات كتضارب مع الناس اللي كيبغيو ترينيو في الجيش. ولكن الامر ديالها ماشي غير في الجيش، مشات حتى للكولونيل وخلات ضاربو حتى هو. حتى لواحد النهار واحد الدكتور دار ليها واحد الجهاز. هاد الجهاز هذا فيما كتجي هذيك القوه باش تخرج كتورك على الزر كيضرب هاد الضوء، وهذا الشيء هو اللي كيخليها ترجع للحاله الطبيعيه ديالها. وكذلك نصح الطبيب باش تدخل في واحد العلاقه غراميه، وهاد النهار هذاك هي فيها تلاقى مع واحد الشخص اللي سميتو جاستن. مع وصلت عنده قالت له واش انت هو جاستن، قال لها اه. تقول لي اسمح لي غادي نجي عندك باش نقول لك ما بقيتش باغي نجي. بدات غاده ويقول لها شوفي شوفي بلاتي بلاتي خدي شي حاجه تشربيها. بدا عليها بواحد شويه ديال المداعبه والكلام الزوين، هادشي اللي خلاها تعجبك. ولكن قالت لي لا بغيت تمشي، غادي السيرفوره وغتقول لها واش تريحي ولا تمشي، من الاحسن غير سيري. ملي سمعات الاندي هادشي بقات كتشوف فيها، قال لها ريح يكوني هانيه. قالت لي لا المشكل ماشي فيك انت، المشكل فيا انا، حقاش انا ما نصلحش لك. وهي تنقص السيرفور قالت لي اه ربينا فيها ما تصلحش لك. وهادشي هو اللي خلى لي ندق تريح. ملي ريحات جاستن بدا كيطلب في الماكله، اي ماكله بغى يطلبها السيرفور كتقول لي ما كايناش. هادشي كيخلي لي ندق تعصب، ولكن مره كتضرب راسها بالضوء باش ترجع للحاله العاديه ديالها. في الاخر جاستن قال لها جيب لنا غير جوج كيسين ديال الماء. خلات ليندي تنوض للطواليت. ملي نوضت للطواليت لقات السيرفيوره كتهضر في التليفون وكتعاير فيها هي وجاستن. هادشي هو اللي خلاها تبقى صابره، ولكن في الاخر قررت بانها خاصها تخلي ضربوها. خلات ضربوها في الطواليت. الغد في الصباح عندها واحد الجلسه مع الدكتور ديالها، هي غادي في الشارع وكتضرب كلشي. ما دخلت عند الدكتور، الدكتور جبد الفرد هو يهددها قال لها ما غادي نهضر معك حتى دير المينوت الايدي. وهي رابطه راسها ويجا واحد الافكار ديال تنوض باش تقتل داك الطبيب، ولكن هادشي غير افكار ماشي حقيقيه. خرجت مع الطبيب وهي تلاقى مع جاستن، بداو كيهضروا باش تطور العلاقه ديالهم، وكذلك تطورت العلاقه ديالهم. ملي وصل حدا الدار بغى يدخل معاها قالت لي شوف جاستن كنصحك بلا ما تدخل معايا. قال لها شوفي انا دخلت غير خليني ندخل. ملي شافتهم انسيستي هو يدخل هي ويا الغرفه وشافها عريانه، هو يشوف الموضوع ديال الكهرباء. قال لي انا ما عنديش مشكل، انا اصلا عزيز عليا الضوء وانا باغي كيف ما انت. هادشي هو اللي خلى لي نقدر ترتاح لي. قضوا الليله ديالهم كامله لغد في الصباح. قال لي انا غادي نمشي للعمل ديالي ومن يرجع غادي نعيط لك. هادشي هو اللي خلى لي نقدر تبقى غاديه فرحانه النهار كامل كتشطح وكتغني. ومشات حتى عند الدكتور ديالها وقالت لي انا فرحانه بزاف حقاش لقيت الحب ديال حياتي وبغاني كيف ما انا رغم العيوب اللي فيا. وقالت لي اصلا جاب لي كاميرا حقاش عرفني انا كيعجبني التصوير. بقات كتصوني لجاستن ما كيجاوبهاش واحد شويه ويتصل بالشرطه، عرفات جاستن بانه تقتل. خرج من الكوميساريه قويت عيط ليهم قالت لي شوفوا انا عندي واحد المعلومات جو عندي لهاد البلاصه هذا. الشرطه خرجت لعندهم، ولكن ليندا دارت هادشي بالعاني باش مني الشرطه تخرج هي تدخل وتسلل وتاخذ المعلومات باش تقلب على الشخص اللي قتل راجلها بوحدها. وهي خارجه من الكوميساريه تبعوها الشرطه، ولكن ليندي كانت عندها واحد الطياره ما شدوهاش ويت في واحد البلاصه. قالت لهم انا كنقلب على شي هاكر، وهما يديوها لواحد اصغر هاكر. ديك الهاكر تمكنات باش تلقى المعلومات على الشخص اللي قتل جاستن. باش تعطيه واحد البلاصه، هاد البلاصه هادي كيكونوا فيها المطايفه العشوائيه. مشات لعند الرئيس ديالهم قالت لي حبس ديك المطايفه، انا بغيت نعرف علاش قتلتي جاستن. قال لها واش انت كدوي منيتك؟ بتقول ليه بلاتي قبل ما تهضر عزل ثلاثه الناس واعرين عندك خاصني نخلي ضربوهم باش تتاكد. ملي خلات ضربوا ديك ثلاثه الناس ما بغاش يقول ليها الرئيس، ولكن شداتو وهي دير ليه الضوء في المناطق الحساسه. هادشي هو اللي خلاها يقول ليها الرئيس ديالو وفين كاين. ما فكرتش بزاف مشات لعند الرئيس قال لها مرحبا جيتي كتقلبي على راجلك مرحبا اجي معايا. هو يضربها قوية تفقد الوعي. ملي فقدت الوعي فاقت في الصباح لقات راسها مربوطه فوق واحد الكرسي. قال لها غادي نقول لك جوج حوايج، يا اما نقتلك دابا يا اما غادي نخليك تمشي ولكن جامي تبقى ترجعي عندي هنايا، وهذا الجهاز هذا غناخذوك ما غاديش تبقاش عندك. قالت لي صافي ماشي مشكل ركبوها في الطوموبيل، ولكن ليندي ما تقدرش تعيش بهذاك الجهاز. بقات كتخرك غير في الخوا، ولكن هي عارفه راسها ما عندهاش الجهاز. هادشي هو اللي خلاها تعصب وتقتل كاع اللي كانوا في الطوموبيل. اما داك الشخص رجع عند الرئيس ديالو وقال لي شوف راه جات عندي صديقه ديال جاستن. اما الرئيس قال لي كانك غير تقتلها. رجعت ليندي للدار ديالها ولكن ما دخلتش من الباب حقاش عرفات شي واحد دخل الشقه. ويدخل من الشرجه، ملي دخلت من الشرجه لقات الباب اللي كانت غتحل كانت عليه واحد القنبوله. داكشي اللي خلاها تعطل القنبوله وترجع لعند الشخص اللي كان بغى يقتلها.
من رجعت للشركة ما دخلتش من الباب، حاولت تدخل من السطح ولكن حتى وصلت للسطح ويتلقى داك الشخص واقف لها فوق راسها، شدها هو يربطها عاوتاني في الكرسي، شدها بدا كيحيد منها الدم ولكن هو ما عارفش القوة الخارقة ديالها، بقات كتصبر حتى ردقات كلشي وهي تقتلو ويتقطع الصبع ديالو باش ديرو في البصمة. بقات كتدخل في البيبان حتى لقات واحد الشخص. شكون هو هذا الشخص؟ هو جاستن. قالت لي اواه واش انا دفنتك بيدي؟ قال لي لا. قالت لي واش انت ما ماتيش؟ قال لي لا. ولقاته اصلا قاتل الرئيس العصابة الكبير. قالت له طلعتي ما كتبغينيش؟ اوه انا ماشي احسن دريه تلاقيتي معاها. ويدخل لديك الطاقه وبدات جايه عنده ولكن كهربها وهي تزقق ما دارت والو. بقات كتقرب واخا كيوا كهربها بالضوء ولكن خالت مع دو المسدس يلا بغات تقتلو. لقات المسدس خاول. قالت لها نسولك اخر مره واش انا احسن دريه تلاقيتي معاها ولا لا؟ قال لها لا. ويتخرج ديك القوه ديالها ويمشي عنده وعرفها بانها ما كانش مركبه داك الضوء اللي كيكهربها ويتشد ديك القنبله ويطلع حالي مع حل الساك ويتفرقع القنبوله. وحتى حنا فرقعنا القنبوله وساين الفيلم ديالنا. الا كان زوين خليها ليا في كومونتير، كان خايب خليها ليا في كومونتير. تلاقاو في فيديو جديد.